السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل للمحاضرة التاسعة اللي هي عن نوع من أنواع سوائل الحفر الثالث، اللي هو نحن تكلمنا عن سباد مد واللو صلب بوليمر مد، وتو عندنا النوع الثالث في الووتر بيس مد اللي هو اسمه لجنو سلفونيت مد. طبعا لجنو سلفونيت مد باختصار شديد اللي هو يستعمل لما يكون طبقات ذات درجة حرارة عالية هاي فورميشن تمبريتشر ما بين حرارة 250 ل 300 فرنهايت، ولما يكون كثافة المد عندي هاي مد ويت كثافته عالية. نستعمل عندي طبعا عندي إذا كان في الفريش ووتر عندي الفريش ووتر ندير تركيبة وبعدها نغير فيها تركيبة ثانية. فريش ووتر والمرة لجنو سلفونيت مد في قاعدة مهمة نبي نقولها، لجنو سلفونيت مد ضروري يجد فيه جميع الأنواع سواء الفريش ووتر والله السالت ووتر والسي ووتر في مادة اسمها كيبليجن. طبعا يا جماعة في نقول لكم ملاحظة، المواد هذين أسامي المواد الأغلبية اسم شركة الجوف. طبعا كيبليجن لو نشوفها في شركة أخرى برويت اسمها كيو بروكسن، اسم شركة أخرى تختلف، فكل شركة عندها اسم، لكن المهم أني أنا نفهم شنو مهمتها. المدبن كما قلنا احنا اسم الجوف، في أسامي شركات أخرى اسمها بينكس ما يهمناش، المهم نفهم شنو دور المادة هذه ونبدأ عارف مهمتها وشنو أهميتها. نجي أول مرة طبعا فريش، لو فريش ووتر ضروري نبدأ بش بالتركيبة البسيطة هذه بنتونايت، طبعا فريش ووتر بنتونايت كيبليجين كما قلنا احنا مادة أساسية. شنو مهمة الكيبليجين يا جماعة؟ تختار شنو تخفض اللزوجة وتقلل الووتر لوس، تقلل الرشعة، لكن شنو عند شنو عند درجات حرارة عالية يعني أقل من 200 فرنهايت. طبعا هي شنو تدير المادة هذه؟ تدير ديسبرشن تشتيت للكيميكالز. طبعا الكيميكالز أوقات تصير تجمع، التجمع هذا يرفع اللزوجة، فلما يصير ديسبرشن تشتت المادة داخل عندي السائل فيصير شنو تقليل للزوجة العامة. مادة الأخرى اللي هي كاستك سودا اللي نعدل بيتش، لاحظوا هنا لجنو سلفونيت مد البيتش بتاعه ضروري تجد ما بين 8.5 و 10.5، فكل نوع حتلقى عنده بي اتش تختلف عن الاخرى. الغرض منه ان هو المواد الكيميكالز يبدا عند انفعاليه قصوى في هذا الوسط. طبعا هذه الكميات كل كميه معروفه بالباوند كل برميل. نجي بعدها هذه لما نبدا بدايه الحفر باللجنو سلفونيت، بعد ننزل في الاسفل نزيد نفس هذين بس نضيف عليهم مواد لنا البوليمر، البوليمر اللي هن يقلل الرشح، فتجد اسمها فريش ووتر ليجنو سلفونيت بوليمر مات. شوفوا نفسها بنتونايت كابليجان كاستك سودا الثلاثة هذين ثبتات، نضيف مواد اللي هن يقلل الرشح نوع البوليمر لنا سي ام سي ال في سيلولوز ال في وسيلولوز ار ار ريجولار اللي هو فيه شويه لزوجه، هذا ما فيش لزوجه، سي ال في اللي هو لوفس كوست، هذين كلهم يقلل الرشع بس في درجات حرارة مختلفة. نجي النوع الآخر اللي هو سالت ووتر لجنو سلفونيت مد والسي ووتر لجنو سلفونيت مد، تمام. هذه ما فيهنش بوليمر، لكن طبعا سالت معناها نبي لزوجة، معناها نضيف شنو التابلوجايت. هنا في النوع هذا ضروري نستعمل بنتونايت. طبعا البنتونايت يا جماعه غير انه هو يرفع في اللزوجه عنده وظائف ثانويه اللي هي الييل بوينت، يرفع نقطه الخضوع، وعنده قوه الجل. يعني في حاله السكون ضروري المادة يقل عنده قوه جل، قوه الجل هذه شنو تخلي الفتات الصخري عالق في حاله توقف دور سوائل الحفر. فالبنتونايت هنا لا غنى عنه، لكن ما نقدرش نضيفه بالصوره المعروفه، فنضيفها في صورة بري هيدريتد بنتونايت. بري هيدريتد بنتونايت شو معناها؟ بري معناها مسبق، هيدريتد ميه بنتونايت، يعني هو كأننا نقول بنتونايت معالج مسبقا بالماء، نعالج بنتونايت بروحها في خزان مستقل ثم نضيفها للسيستم المالح اللي عندي. طبعا كيبليجين كما قلنا لا طبعا مادة أساسية في اللجنو سلفونيت مد. في الحالة المالحة سواء سولت سالت ووتر وسي ووتر، والسي ووتر هذا بوليمر ضروري في حاجه اسمها لجنو كروم، هذه تستعمل في في درجات الملوحه. الاخرى كاستك سودا طبعا قلناها
شو مهمتها. بوليمر قلناها شو مهمتها من قبل، مش داعي نكرر، وكل واحدة بتركيز معين، وبي اتش عندها من العشرة، هذه العشرة ونص. في الدرجات الملوحة عادة يصير فيه رغوة، في فوم، في فقاقيع عليهم غير مرغوب فيهم، ضروري نضيف دي فومر. دي معناها نازع وفاصل، فومر نازع الرغوة أو نازع الفقاقيع. نجي للتركيبة الأخرى الرابعة اللي هي اللاكنو سلفونيت مات، اللي هي في سي ووتر، بس نستعمل بوليمر. نستعمل شنو يا جماعة؟ بوليمر. اللي هي طبعا تكون معروف، تضيف لها هنا بوليمر، بس نفس اللي فات بتضيف لها بوليمر. تابلوجايت، بريهادري ريبوتوايت، كابليجن، لجنو كروم، كاستك سودا. بعدها هذين هن البوليمر، سي ام سي ال في، سيليلوز اس ال في، سيليلوز ار. هذه كل مجتمعات مع بعضها لغرض تقليل الرشح. تمام. نجي بعدها يا جماعة النوع الرابع اللي هو كي سي ال بوليمر مات. باختصار، نحن مش نختصر اختصار شديد، كي سي بي كي سي ال اختصار شنو؟ كي سي ال اختصار بوتاسيوم كلورايد، مادة كيميائية كلوريد البوتاسيوم. بوليمر، بوليمر مات. طبعا اول مرة كي سي ال بوليمر مات امتى نستعملها؟ كل مادة ضروري نعرف امتى نستعملها. قلنا اسباد ما تستعملها في البداية، اللو سوليد بوليمر ما تستعملها في الظروف العادية، لجنو سلفونيت ماد قلنا استعملها بدرجة الحرارة العالية بتاع الفورميشن والكثافة الحفري عالي. الكي سي ال بوليمر ماد لما يقابلني طبقات صخرية، صخور شنو؟ من نوع الشيل اور كلي. طبقات الصخور هذه من نوع الشيل ولا الكلي، ضروري نستعمل كي سي ال بوليمر ماد باش يمنع سويلينج بتاع شنو؟ الصخور، يصير لها انتفاخ وبعدها يصير عملية شنو؟ تخريب منطقة، خصوصا المنطقة المنتجة. فهنا عادة كي سي ال بوليمر نستعمل فيه فيش في المنطقة المنتجة اللي هي برودكشن زون. وبالنسبة لكي سي ال، الكي سي ال عادة في نسبة معينة في الغالب تكون 3%، لكن لما تكون نسبة 3% ضروري نبدأ، لأن التخليط بتاعها سلولي سلولي، بشوي بشوية ببطء. ضروري 3% نقسمها، نبدأ نسبة 1% باهي في البداية نحطها في التانك، لكن قبل لا نبدأ الحط نبدأ حاط في اعتباري الطريقة الآتية. مثال، هذا مثال، لو نبي نخلط 3% كي سي ال بوليمر نبدأ ب 1% كما تقول، لكن قبل كل شيء نحسب حجم كيف ما قلنا في الحسابات الهيدروليكية في السابق، كيف وريتكم كيف تحسبوا حجم سيل الحفر، موجود في البير، موجود في البايب، فتقدر تحسب حجم اي سائل حفر موجود او في التانك. نحسب حجم سائل حفر موجود في البير، مثال هنا كتاب قال 200 برميل لقيناه اللي في البير، ونحسب حجم سائل حفر الموجود في التانكس كل الخزانات، مثال لقيته 150 برميل، هذه مجموعه 350، ونحسب الخزان اللي نبدا نخلط فيه الميه اللي هو فرضا انا قال 50، مجموعنا هذين 200 و150 و50 400، يعني الحجم الكلي عندي 400. العلاقة باش نحسب بها الكي سي ال، نبدأ بالواحد في المية معناها نقول واحد، 2% معناها نقول 2، 3% نقول 3. خلينا نبدأ بالواحد، أنا واحد في قيمة ثابتة 3.5 اللي ضروري تجد موجودة فيش في الكي سي ال، ضرب الحجم توتال فوليوم كما قلنا بدل، لو عندنا بدل كنا نحسب في 1000 برميل، تو الكي سي ال هنا قلنا عندنا 400 برميل، نضرب 400 نقص ما عليه وزن الكيس، طبعا وزن كيس كي سي ال 25 نضرب في 2.2 اللي هي حتطلع 55، الناتج حيطلع لي 25 كيس، يعني ساكس، يعني يلزمني 25 كيس لما ندير 1%. 2% عبارة عن شنو؟ نغير بدل 1% خليها بدل 1 غير 2، نفس القانون بس انا بدل 1 خلي 2 وهكذا، 3% ندير هنا 3 وهكذا بالشكل. طبعا هنا في نقطة مهمة، طبعا التركيبة حنجول تركيبة نقوله على التركيبة، على النقطة المهمة خلال عرضنا ليش للتركيز امتاع مكونات الكي سي ال بوليمر. طبعا اول مرة ضروري تكون في كي سي ال، نسبة الكي سي ال اللي عند 15% من 3 ل 5%. الفسكوسوفاير مواد عامل اللزوجة هنا
مش ماده واحده، عده عوامل. يعني نبداها بالاكسي بوليمر. اكسي بوليمر هذه تستعمل في درجات الحراره العاليه باعتبار نحن نوصله في البرودكشن زون، فالماده هذه ترفع في الحراره باضافه ماده السليلوز ار، باضافه ماده سي ام سي اتش في، باضافه ماده كالسيوبوليت، باضافه بري هيدريتد بنتونايت. هذه كلن الغرض منهم في الحاله هذه عامل لزوجه بالتركيز مختلفه اللي هن موجودين في الجدول. بعدين المواد اللي هن بتاع الفلتريشن، الفلتريشن اللي هن قلل رش الماء. هنا اشوف كم ماده نستعمل. ستارش، ستارش ديفو عندنا كما قلنا في السابق، انتوا عرفتوا البوليمر يقلل رش، او السي ام سي يقلل رش، والسليلوز يقلل رش. هنا نضيف ستارش حتى هو يقلل الرش، يعني يقلل هروب الماء. بس في الحاله هذه دائما ناخذ في هذه المجموعات مع بعضها، ستارش والبوليمر سي ام سي الفي والسليلوز اس ال في، هذه كلن الغرض منهم تقليل الرش. ستارش اللي هو النشا، باش تبدو عارفين النشا. في هنا اضافه ديزل. امتى نضيف ديزل؟ هذا خوفا من عمليه التكور الفاس، فنضيف زيت الديزل للحفر. مواد التيننج، التيننج اللي هنا المخففات، التينر كما نقول التينر، الغرض منهم يخفن المات العادة السليلوز والكبليجان كما قلنا في السابق. البي اتش كنترول اللي نتحكم بالبي اتش، انا البي اتش بي سمول، معلش بي سمول. بي سمول بي سمول بي اتش كنترول، بي اتش كنترول هن اللي تحكم فيش في البي اتش، اللي هي كاستك سودا. هنا يا جماعه الكاستك سودا تركيبتها الكيميائيه طبعا صوديوم هيدروكسيد، لكن هنا لو صوديوم متحطم مع البوتاسيوم يصير احلال. عارفين البوتاسيوم والصوديوم في المجموعه الاولى في الجدول الدوري، والبوتاسيوم اكبر حجم من الصوديوم، فيصير احلال ما بين لمنع المشكله هذه. فنضيف مع الكاستك سودا بوتاسيوم هيدروكسيد، هذا صوديوم هيدروكسيد كاستك سودا، والبوتاسيوم هيدروكسيد بوتاسيوم، بوتاسيوم هيدروكسيد بدل صوديوم كي اتش، فيصير شنو معادله للموضوع هذا حتى هو نتحكم في البي اتش. الموضوع الاخير اللي هو باعتبار كي سي ال ملح، لان كلورين البوتاسيوم قريب من كلورين الصوديوم ملح، فلذلك تكون عندنا فوم ضروري نضيف مانع الرغوه اللي هو ديفومر حسب الحاجه. هذا بالنسبه لكي سي ال. طبعا الكي سي ال البوليمر هذا دائما نحفر في المنطقه المنتجه، معناها ضروري نبي ويت، لان تخاش في الاعماق ضروري تبي ترفع الضغط الهيدروستاتيكي، الضغط الهيدروستاتيكي ترفع بالويت. هل طبعا احنا قلنا في السابق اللي يرفع في الوزن متين مهمات، ان اهم متين البرايت والكالسيوم كربونيت. هل نستعمل برايت او كالسيوم كربونيت؟ نقول كالسيوم كربونيت. ليش مش برايت؟ في البرودكشن زون نستعمل كالسيوم كربونيت، لان الكالسيوم كربونيت لما يكمل عمليه الحفر عاده جماعه البرودكشن يضيفوا اسيد، في الغالب يكون هيدروكلوريك اسيد. هيدروكلوريك اسيد يذوب فيه الكالسيوم كربونيت فبالتالي يفتح المسام، لكن لو انت ضفت في البرودكشن زون برايت فيسد المسام ما ينفتحنش وما يطلعش النفط والغاز. هذا باختصار بالنسبة لكي سي ال بوليمر. نجي النوع السادس اللي هو سالت ساتوريتد مات، اللي هو سائل حفر مشبع بالملح، الملح اللي هو كلوريد الصوديوم، الملح العادي. امتى نستعمل نوعية هذا؟ لما نجي نبي نحفر نلقى طبقات دومس، ان هنا قباب ملحية، يعني طبقات سميكة ملح. طبعا الملح عارفين لو تحفر بأي سائل حفر مائي الملح يذوب في المية، فبالتالي يسيب مكانه، يذوب كل الملح ويسيب مكانه فراغ، بيصير تهدم للبير ويصير مشكلة كبيرة. لكن في الحالة هذه ضروري نخشش مية مشبعة بالملح، يعني معاش تقبل ملح آخر، خلاص شبعت معاش تستقبل ملح آخر، ونحط فيها المادة بتاعي
فبالتالي الملح ما يصيرش تبادل فيه وما يذوبش في سطرية الماء. طبعا القباب الملحية نجي للتركيبة دغري. تركيبة طبعا باعتبار ان ملح ضروري نضيف كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام بحيث يشبع لي المية بتاعي. كم يلزمني؟ 120-150، هذه دير برميل باوند، كل برميل هذه دير تشبع للماء. بالإضافة للمواد الأخرى، سودا آش، كاستيك سودا، التابلو جايت لأن المية مالحة، بريهيدريت بنتونايت من البنتونايت، ستاش وسيلولوز، هذين يقلن الرشح. نضيف أنا برايت، ليش ما أنا ممكن حتى نضيف كالسيوم كربونيت عادي، لكن برايت ما فيش مشكلة. البرايت كثافة نسبية بتاع 4.2 أفضل من الكالسيوم كربونيت اللي هو 2.7، يعني أتقل منه يرفع لي الويت بسرعة. وأنا مش داخل منطقة زون، معناها لا بأس ان نشتغل بالبرايت، انا ما فيش مشكلة، بل افضل الكالسيوم كربونيت عندي. هذا باختصار. نجي باختصار الانواع اللي خذيناها كلهن، اللي هن ماد تايبس، انواع سوى الحفر، قلنا هن اسباد ماد، واللوصل بوليمراد وبوليمر ماد، لجنو سلفونيت ماد، كيسيل ماد، وصال ساتوريتد ماد. هذه كل نوع، هذا اسباد ماد يستعمل فور سيرفيس هول عند السطح، ولو صل البولمر استعمل في سيوتبل فور نورمال فورميشن، مناسب للظروف العاديه. لجنو سلفونيت ماد يستعمل في الهاي ماد ويت اند تمبرشر. كي سي ال ماد يستعمل في الشيل لحفر الشيل اند كلي بيتس. السالت ماد اللي هو سيوتبل فور سالت دومز. هذا باختصار على الانواع المختلفه. وحتى نلتقي المحاضره القادمه. السلام عليكم.